العمل قيمة مهمة برشا في حياة الإنسان، لكن ما قلناش اللي هو أهم قيمة، وكل حد فينا يتولد معاه أحلام وطموحات اللي تكبر معاه بشوي بشوي. مع مرور الوقت والزمان يكتشف الإنسان أنه ينجم يحقق الأحلام هذه كان بالخدمة والعمل. خلينا نقولوا أنه بالعمل وين الإنسان باش يحقق الراحة المعنوية والنفسية والإطمئنان نسبيا، حتى أنه ماركس يقول أنه العمل هو حاجة أساسية للبشرية، وين الإنسان باش يبدع ويطور من روحه ويطور من ذاته ويحس بقيمته. وإذا كان العمل بالنسبة للإنسان مهم برشا، فإنه ما يقلش أهمية بالنسبة للمجتمعات اللي ما تتطور وتقدم كان بالعمل والخدمة والاجتهاد، وخلينا نقوله بالعامية ثانين الرتبة. وها قدامنا عديد الدول اللي تقدمت كان بالخدمة واللي كاتفت الجهود اللي بشطورت من روحها، كما اليابان وألمانيا اللي بعد الحرب العالمية الثانية خرجت مدمرة، واللي ضحات برشا سوايع متاع عمل اللي في إيدة بلادها، واللي ولات طويكة من أقوى الدول اللي ولات تحسب لها ألف حساب، خاطرهم يمنوا بأنه النجاة الوحيدة أنه باش يكونوا دولة قوية ودولة فاعلة ما تكون كان بالعمل. وآخر حاجة نختم بها اللي هي عبارة تعلمناها وأحنا صغار، واللي هي من جدة وجدة، وبالرغم من الصعوبات اللي قاعدين نعيشوا فيها إلا أنه فهمنا أحنا توا كشباب ما نجم نحقق أحلامنا وطموحاتنا كان بالعمل.